مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: موقع إخباري يمني، أجواء عدن وبيئتها لا تساعد على بقاء البنك فيها. سفيرة دولة أوروبية: أتمنى أن تعلن بلادي وقف إطلاق النار في اليمن وتحقيق سلام دائم فيه. صحيفة عربية: انفصاليو اليمن، تمرد جديد يدار من الرياض. في ظل نهب البنك المركزي، هل سيرحل رحلته الثانية إلى حضرموت؟ يتساءل موقع عدن الغد، حيث يبدو أن الانتقالية وفقا للموقع يسعى للجمع بين الجوانب الاقتصادية والعسكرية، وأيا كان الهدف والغاية تبقى عملية الاستيلاء على أموال بنك سيادي هو البنك المركزي اليمني، تحمل في تفاصيلها الكثير من المخاطر الاقتصادية بصفتها مغامرة غير محسوبة العواقب. وفي ظل هذه الجرأة التي ينتهجها الانتقالي وقواته، تبدو الحكومة الشرعية عديمة الحيلة، وهي تشاهد أموالها التي طبعتها وكلفتها مليارات الريالات تذهب أدراج الرياح. مصادر تتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه يتسبب بانهيار ما تبقى من الاقتصاد الوطني المنهار أصلا، ويذهب كثيرون إلى اتهام الانتقالي بأنه يسير على خطى جماعة الحوثي التي استولت على أموال اليمنيين في البنك المركزي وبددتها على مجهوداتها الحربية ومغامراتها واحتفالاتها الدينية العنصرية. وتشير تلك الاتهامات إلى أن المجلس الانتقالي سبق وأن استولى على 10 مليارات ونصف مليار ريال قبل أسابيع من داخل مقر البنك المركزي تحت ذريعة صرف مرتبات الجنود في الأمن والجيش، بينما يتم توظيفها للمجهود الحربي في حربه ضد قوات الشرعية في أبين وشبوة. ويعتقد متابعون أن عملية الاستيلاء على حاويات البنك قبل يومين واقتياد قوات الانتقالي 7 حاويات من ميناء عدن تأتي ضمن خطوات الإضرار بالاقتصاد وزيادة فرص انهياره الوشيك. ويرى الموقع أن عملية نقل البنك المركزي من عدن تعتبر خياراً اقتصادياً بالدرجة الأولى، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو عسكرية قد تبدو في الأفق. يتابع الموقع: أجواء عدن وبيئتها لا تساعد على بقاء البنك فيها في ظل هذه الصراعات، لذا تبدو عملية نقل البنك من عدن حتمية ومسألة وقت فقط. نشرت صحيفة لو بوان الفرنسية مقالا عن تحويل الأموال من اليمن، وجاء في المقال الذي ترجم لصالح بلقيس وقد نشرت أجزاء منه. تنص رسالة 20 فبراير 2015 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من لجنة الخبراء المعنية باليمن على أن علي عبد الله صالح رئيس اليمن لمدة 33 عام يشتبه في أنه جمع خلال سنوات حكمه بين 32 و60 مليار دولار، معظمها كان سيتم تحويلها إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو من خلال وسطاء مجهولين، وستتخذ هذه الأصول شكل عقارات ونقد وأسهم وذهب وغيرها من الأصول ذات القيمة العالية. لم يكن الرئيس اليمني السابق واحداً من أعظم الرهابيين المهووسين على كوكب الأرض فحسب، بل أثارت مجموعة الخبراء المعنية باليمن علاقات وثيقة بين علي عبد الله صالح وعائلته وبين القاعدة في شبه الجزيرة العربية. يشير التقرير المؤلف من 59 صفحة على وجه الخصوص إلى محمد ناصر أحمد وزير الدفاع السابق، الذي يدعي أنه رأى مسؤولاً في القاعدة في مكتب الرئيس السابق صالح، رغم أن وزير الدفاع كان يقوم في ذلك الوقت بهجوم ضد القاعدة في محافظة أبين. ولكن وفقاً للإيقاع الذي تسير عليه العدالة السويسرية، فليهنأ بنك اليو بي اس ولينم ملأ جفنيه، خاصة وأن هذا البنك الكبير حصل من المحكمة الاتحادية في 19 مايو على حكم بإعادة 3 ملفات تم ضبطها في سياق هذا الإجراء تحتوي على معلومات عن العملاء في اليمن.
رغم تفشي وانتشار وباء كورونا، افتتحت ميليشيا الحوثي بمحافظة إب المراكز الصيفية في مناطق عدة بهدف نشر أفكارها الطائفية في أوساط المجتمع، وفقا لموقع الصحوانت والذي علق: مراكز صيفية حوثية في إب لغسل عقول الطلاب رغم الانتشار المخيف لكورونا. وقالت مصادر متطابقة إن ميليشيا الحوثي افتتحت مراكز صيفية بعدد من مديريات المحافظة بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، في الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية والأطباء بتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة. وأكدت المصادر بدء عملية تدريس الملازم الحوثية بعدد من مدارس مديرية فرع العدين غرب إب، بينها مدارس النصر والنضال وبلال بعزلة العاقبة ومدارس أخرى بالمديرية. أضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي نفذت ورشة تدريبية لكوادر تعليمية بمديرية فرع العدين بهدف استقطاب طلاب المدارس إلى المراكز الصيفية التي تحوي برامج حوثية لاستقطاب الطلاب إلى جبهات القتال. أكدت سفيرة جمهورية ألمانيا لدى اليمن كارولا مولر أن بلادها ستبذل قصارى جهدها من أجل إيقاف الحرب وتحقيق السلام الدائم في اليمن، وعنون موقع المشاهد نت: سفيرة ألمانيا نسعى إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام في اليمن. وعبرت السفيرة الألمانية في اجتماع التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام ومجموعة التسعة النسوية عبر الإنترنت، عبرت عن أملها في أن تتمكن ألمانيا خلال رئاستها القادمة لمجلس الأمن الدولي من الإعلان عن وقف إطلاق النار في اليمن وتحقيق عملية سلام دائم فيه. وثمنت السفيرة مولر العلاقات اليمنية الألمانية التي وصفتها بالقديمة، مشيرة أن ألمانيا تربطها مع اليمن علاقة قديمة وتعاون كبير، كما تقدم الكثير من المساعدة الإنسانية والفنية التي تركز بشكل كبير على البنية التحتية. العنصرية ظاهرة قديمة حديثة عابرة لتاريخ المذاهب والأديان والثقافات باعتبارها مرضا اجتماعيا عانت منه البشرية كثيرا، ودفعت وتدفع اليوم ثمن هذه الظاهرة الاجتماعية المرضية الكثير من أمنها واستقرارها وسلامها الاجتماعي. هكذا بدأ نبيل البكيري مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه: تكمن المشكلة أو الخطورة يمنياً اليوم إذا فرضنا جدلاً تجاوزنا كل فرضيات النقاش الفقهي التقليدي لهذه القضية وجدلياتها العقيمة، في أن ثمة من لا يزال بعد أكثر من 1000 عام يرى نفسه من خلال إنزال هذه القضية للنقاش، وفي هذا التوقيت بالذات أنه ليس يمنياً وأنه هاشمي ومن درجة أعلى وأقدس من الجميع، يجب أن يخصص له 5 ثروات البلاد من دون الناس، في دلالة خطيرة على عمق الأزمة التي يعيشها اليمن في شقها المذهبي والطائفي، وأن ثمة مأزقاً حقيقياً فيما يتعلق بجذور الصراع الخفية للحرب الدائرة في اليمن، غير تلك الأسباب السياسية التي تحصر الصراع بين شرعية وانقلاب. مأزق اللحظة اليمنية الراهنة اليوم ليس في حالة الحرب الدائرة وطول أمدها فحسب، بل في عودة اليمن عقوداً بل قروناً إلى الوراء، تخلفاً وهمجية وتراجعاً في كل شيء، حتى عن منظومة الأفكار والتصورات الإنسانية المجردة، فضلاً عن الارتداد عن جوهر الإسلام الذي يتم الصراع اليوم تحت لافتاته، حيث تكمن الجريمة اليوم أن هذا الصراع يتخذ من الإسلام مادة سجالية وشعارات للحرب والمعركة. وفي مستهل القرن 21 عصر الثورات الإنسانية الكبرى في العلم والأخلاق والتكنولوجيا، تطفو إلى السطح جماعة لا تزال خارج سياق اللحظة والواقع وكل ما له علاقة بحداثة الإنسان السياسية والأخلاقية والمدنية. خطورة ما يقوم به الحوثيون اليوم أنهم يؤسسون مجدداً لحروب مستمرة تستند إلى تقسيم الناس حسب جيناتهم ومذاهبهم ومناطقهم ولهجاتهم وأحسابهم وأنسابهم، ويتم ذلك كله وفقاً
لقانون يسن ويشرعن لهم كذلك. لم تعد العاصمة الإماراتية أبوظبي الداعمة الوحيدة لتمرد الانفصاليين على الحكومة اليمنية، فالموجة الجديدة من التمرد المسلح الذي بدأ من شبوة وانتهى بالسطو على 80 مليار ريال يمني من أموال البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن تدار هذه المرة من الرياض. وفقاً لصحيفة العربي الجديد، انفصاليو اليمن تمرد جديد يدار من الرياض. وقالت الصحيفة إن الرياض تستضيف زعماء الانفصال منذ 20 مايو، ومنهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وأربعة من قادة الصف الأول، مع العلم أن الهدف من الاستدعاء السعودي للزعماء الانفصاليين كان احتواء تمرد عدن وما يسمى بالإدارة الذاتية للجنوب، إلا أنه بدا واضحا أن التمرد يتمدد برعاية ملكية هذه المرة. ووفرت الاستضافة السعودية مزايا جديدة للمجلس الانتقالي لم تكن في المتناول عندما كانت قياداته مقيمة في أبوظبي. فعقد الزبيدي سلسلة لقاءات مع سفراء الدول الكبرى لليمن ووفود أممية، وأوصل خلالها جملة من مطالب الانفصاليين. وخلال وجود هؤلاء الانفصاليين في الرياض، وأصر المجلس الانتقالي خطوات ترسيخ دعائم تمرده المسلح والإجهاز على ما تبقى من مؤسسات الدولة. وفي محاكاة لتجربة التي دشنها الحوثيون بصنعاء في الأسابيع الأولى لانقلاب عام 2015 بتشكيل ما سميت حينها اللجان الثورية، بدأ الانتقالي بالانقضاض على مؤسسات الدولة بذات الأسلوب، بالتالي ستكون لجانه الإشرافية بمثابة عمل وزاري. وأضاف المصدر أن المجلس الانتقالي نزع كل الصلاحيات من وزارات الشرعية في عدن، وأرسل أيضا خطابات للمنظمات الدولية مطالبا بضرورة توقيع الاتفاقيات الصحية والإغاثية مع لجان الإدارة الذاتية وتسلم أوراق اعتماد الممثلين الجدد لقيادتهم وليس لوزارتي التخطيط أو الصحة. وعن شبوة قالت الصحيفة إن عمليات الانتقالي في شبوة اقتصرت على المناوشات وحروب العصابات، نظرا لاستحالة إمداد الموالين له بسلاح نوعي ثقيل من طراز الصواريخ الحرارية التي قدمتها الإمارات لهم، كما أن الاغتيالات قد تظهر كسلاح جديد ضد القيادات العسكرية والأمنية. عن الوطن والرغبة في مغادرته، كتب معاذ مدهش مقاله في صحيفة الأيام قائلا: كان الاستعمار الفرنسي يعذب المناضلين والسياسيين ممن يعارضونه بنفيهم خارج الوطن. الاستعمار نفسه كان على يقين بأن الانفصال عن الوطن هو عذاب وموت بطيء. اليوم لم يعد هناك استعمار يعذبنا وينفينا خارج وطننا. أصبح الخروج من الوطن مطلب الجميع. أصبحنا نستعمر أنفسنا ونمارس طقوس المازوشية بكل تلذذ، ندفع أموالا طائلة لنغادر حدود هذا الوطن. تشابه كبير بيننا وبين سمك السلمون. يقال أن سمك السلمون لا يبيض في موطنه الأصلي المقيم فيه، بل يقطع أمواج البحر ليصل إلى مياه الأنهر العذبة ليضع بيضه هناك. يغادر تاركا موطنه الأم في مياه البحر ليجد حفنة ماء عذبة تؤمن حياة بيضه. واقعنا مثل ذاك السمك، نفر من البلد تاركين جل تلك الأحلام التي رسمناها منذ الطفولة، لنرسو على أي أرض آمنة نجد فيها الأمن والسلامة لنعمل بجد. ويا لسوء حظه من مكث في كنف الوطن يعيش جوعا بعد تجويع، جوعا للأمان وجوعا للعلم وجوعا للعمل. يغدو العشريني فجأة سبعينيا، تشيخ حياته أمام فجائع الوطن حتى يقع في فخ التيه والضياع. ما آل إليه حالنا اليوم سنتفائل به، ليبزغ فجر جديد سنثق بالوطن ولن نخذله كما يفعلون، وبالأمل تنمو الشجر من بين الركام. من جريدة آي نيوز التي نشرت مقالا للصحفي ستيفانو هاتفيلد بعنوان: التماثيل تتسم برمزية بالغة بغض النظر عما إذا كانت لمانديلا أو تشرشل. ويقول هاتفيلد إن هناك أسبابا لكون التماثيل تحوي قوة عالية من الرمزية تثير الخلافات بيننا، فهي تضم الكثير من الأمور فضلا عن المواد التي صنعت منها.
ويستعرض الكاتب الكثير من التماثيل في أماكن مختلفة في العاصمة البريطانية لندن ليوضح أن المعاني التي يتم تضمينها لكل تمثال والموقع الذي يوضع فيه يثير الكثير من الجدل خلال أو خاصة خلال الأسابيع الأخيرة. ويوضح أن ذلك الجدل كشف لنا الفجوة بين قطاعين، أحدهما يسفه الآخر حتى لو كان من النقاد الفنيين، ويقارن هذا بالسلوك الطفولي في مواقف الاختلاف. البكاء وذرف الدموع، وقت الحزن والشعور بالكآبة يعد أمراً طبيعياً، لكن نصادف كثيراً حالات مختلفة يبكي فيها الفرد أو يشعر برغبة عارمة بالبكاء رغماً من كونه سعيداً. ما السبب في ذلك وهل هناك تفسير علمي؟ موقع الدي دبليو تابع الأمر وعنوان لماذا نبكي أيضاً حين نكون سعداء؟ توضح الدراسة التي قامت بها الطبيبة أوريانا أراغون من جامعة بيل الأمريكية حول هذا الموضوع أن الإنسان يظهر هذه التعابير المزدوجة عندما تطغى عليه المشاعر إيجابية كانت أم سلبية. وتستنتج الطبيبة النفسية من دراستها بأن دموع الفرح هي آلية لا شعورية يقوم بها الجسم باللجوء أو يقوم الجسم باللجوء إليها في حالات الفرح أو السعادة المفرطة، وذلك من أجل إعادة التوازن إلى الحالة النفسية والشعور أو الشعورية للإنسان من خلال تحفيز رد الفعل المضاد للسعادة، وهو في هذه الحالة ذرف الدموع. نفس الشيء ينطبق على رؤية الأطفال الصغار والرضع والذين يعتبرهم الإنسان ظريفين لدرجة أنه يريد عضهم أو أكلهم، وهو رد فعل بحسب دراسة الباحث أراغون يعكس بالضبط المشاعر المضادة للحب والمودة، أي العض والمهاجمة. كيف ستكون هيئة الحرب الباردة الجديدة في آسيا؟ تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية جمهورية كوريا الأسبق يون يونغ كوان مقاله المنشور في موقع بروجيكت سينديكيت، وجاء في جزء من المقال. رغم أن البعد السياسي العسكري هو العامل الحاسم في الحرب الباردة الجديدة وأن الاقتصاد عامل تابع، فإن المواجهة الإيدولوجية ستلعب دوراً معززاً. ومرة أخرى يدور السؤال الأساسي حول المدى الذي قد تلعبه الصين في الترويج لنموذجها من الرأسمالية الاستبدادية كبديل متفوق للديمقراطية الليبرالية. إذا دفعت الصين نموذجها بقوة وعنف كما فعل الاتحاد السوفيتي ذات يوم، فسوف تشتمل الحرب الباردة الجديدة على جميع مكونات الحرب الباردة الأصلية وكل توتراتها التي لا تحصى. وكلما تبنت الصين نهجاً أكثر عدوانية في بيع نموذجها الخاص، كلما زادت احتمالات توحد الدول الديمقراطية ضدها دفاعاً عن نظامها الإيدولوجي. من المؤكد أن الديمقراطيات الرائدة في العالم لم تنجح في تبرئة نفسها على النحو الواجب في الأزمة الحالية، لكن المبادئ الديمقراطية مثل احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية وسيادة القانون قيم عالمية لا تزال تجتذب دعماً عريض النطاق بين الأسيويين، وخاصة عندما تقارن بالسلطوية. سوف تكافح دولة الصين الاستغلالية بطبيعتها لخلق الظروف التي يمكن من خلالها أن يحقق الأفراد كامل إمكانياتهم، وسوف يقف هذا القيد البنيوي في طريق تطلعها إلى الحلول محل الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد الأكثر تقدماً في العالم. يبقى أن نرى كيف سيكون التفاعل بين الأبعاد الثلاثة على وجه التحديد. يتعين على قادة آسيا أن يتوخوا الحذر وأن يدركوا أن الوضع مائع. من المؤكد أن إظهار المزيد من التواضع لن يضر الولايات المتحدة أو الصين، ولكن من المؤسف أن هذه السمة الشخصية لا تتبادر إلى الذهن عندما يفكر المرء في ترامب أو شي، لكنها ستشكل ضرورة أساسية لتجنب وقوع كارثة عرضية. الأخبار كما روتها عدسات مصوري صحيفة الغارديان البريطانية نتابعها في جولتنا المصورة.
أخيرا، عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.